النهاردة لو شربتي مشروب من المورينجا، أيوة عشبة المورينجا عشبة قوية جدا، هتحرق لك كل السكر اللي موجود في الدم، هتظبط لك ضغطك، هتعالج لك السكر التراكمي بمشروب واحد بس من المورينجا اللي هي عشبة السعادة لمريض السكر. تعالوا بينا نشوف ازاي نستخدمها وايه اهميتها. النهاردة ان شاء الله لمريض السكري معانا اقوى وافضل عشبة بتنظم السكر في الدم وبتنظم الضغط، يعني اتنين في واحد. ومعظم انتوا عارفين مريض الضغط مع سكر، وبنسبة كبيرة مريض السكر بيجيله ضغط، فاحنا عايزين عشبة دي اتطلبت مننا كتير، اتنين في واحد ضغط وسكر. مش هطول عليكم في الفيديو، ما تنسوش بس تعملوا لايك وشير قوي لصفحة وقناة الوصفة السحرية عشان ان شاء الله هقدم فيديوهات كتير هتعجبكم. ايه العشبه اللي معانا بقى الخطيره قوي اللي بتظبط السكر والضغط، اللي هي المورينجا. الايه المورينجا دي تتجاب من عند اي عطار، تقولي له انا محتاجه عشبه المورينجا. المورينجا ممكن يديها لك مطحونه زي ما انت شايفه كده، ودي حاجه حلوه، او بيديها لك مثلا ورقه، بتبقى ورقه كبيره، بتبقى عصايه كبيره او عود كبير زي ده، وفي الاخر ايه ورقه عادي، الاثنين برضو واحد. هقول لك ازاي وازاي تستخدمي. اول حاجه لو عايزاني اعمل معاك الوصفه في الاول هعملها، وبعد كده هنتكلم مع بعض كلمتين كده عن اهميه المورينجا لمريض الضغط والسكر. اللي هنحتاجه، هنحتاج ايه عشان نعمل الوصفه؟ هنحتاج كوب معايا، ده كوب عظيم جدا جدا في تنظيم الضغط والسكر. هاخد معلقه من المورينجا. من ايه بقى؟ بصوا بقى دي العشبه ذات نفسها، دي ايه العشبه، هاخد معلقه منها وهضيف. عايزه تاخدي شويه كمان مفيش مشكله، يعتبر من احلى الحاجات لمريض السكر. هننزل بميه سخنه معانا كده، نكون مسخنين ميه اهي. يا جماعه دي حاجه عالميه، بصوا اول ما تحطيها هتلاقي اللون معاك اتغير للون الاخضر، لون العشبة اصلا. هنعمل ايه؟ هنجيب حاجة نغطيها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هنعمل ايه؟ اهي بعد 10 دقايق هنعمل ايه؟ هنبدأ نصفي الشوايب دي ونستخدمها. هنسيبها 10 دقايق كده، وهتكلم معاكم بس كلمتين واقول لكم في اخر الفيديو ازاي تستخدمه. طيب هو ليه اخترنا عشبة المورينجا؟ طب انا ممكن كنت اجيب عشبة اي عشبة تانية، لا ليه؟ دي من احلى الاعشاب اللي تستخدم في الهند، الهنود بيحبوها جدا في تنظيم السكر، يعني دي مستعملة قبل كده عشان ما حدش يضحك عليك، لا دي طريقتها مستعملة. طيب ايه اهميتها؟ بتعالج الالتهابات الداخلية وبتعالج الجروح، لان مريض السكر انتوا عارفين لو جه جرح في ايده او حاجه بيعمل مشكله، ان هو الجرح بيلتئم متاخر، بياخد فتره كبيره جدا وتاخد ادويه وكده. لا، العناصر الغذائيه اللي موجوده في عشبه المورينجا بتخلي الجرح يلم بسرعه. طيب بتعالج ايه تاني؟ بتعالج الكوليسترول، ودي مشكلة كبيرة. المريض السكري مع الوقت بيشتكي من أمراض القلب والجلطات وأمراض كبيرة قوي قوي كده، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. لا إن شاء الله بدي تعالجه. الإمساك برضو بيتعالج، مشكلة الجهاز الهضمي بتبقاش مظبوطة مع مريض السكري، فاللي يظبطها عشبة زي دي. طيب تاني حاجة بتعمل تليين في المعدة. تليين، عشان مريض السكري اصلا معروف اللي بيجي له امساك، لا بتعالجه. طيب بتعمل ايه برضو؟ حاجه بقى اقول لكم خلوا بالكم منها، هي ميزه بس ساعات بتقلب عيب. ايه هي الميزه؟ ان الخلوم ان 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 المورينجا بتقلل السكر بشكل سريع. يعني ايه شكل سريع؟ يعني لو سكرك 300 وخدت كوبايه زي دي، سكرك ال 300 ده فجاه تلاقيه 120 130. ايه ده نزلته بالسرعه دي؟ عشان كده لو سكرك مثلا عالي عن ال 200 تاخدي كوبايه واحده. هقولك تستخدميها ازاي في اليوم عشان ما ايه تخشيش في مشاكل كبيره. يبقى هي ميزه وساعات بتقلب عيب، ان هي بتنزل السكر بشكل سريع جدا.
طيب احنا اتكلمنا كده عن مشكلة السكر ومشكلة الضغط اللي هي بتوسع الأوعية الدموية، عشبة مضرة للبول. يعني ايه مضرة للبول؟ حضرتك الضغط بيزيد عشان السوائل بتتحبس في الايه، في الجسم، فالوصفة دي بتنزل كل السوائل في البول. طيب احنا خدنا المميزات عشان ما نغفلش وعشان ما بقدم لكم المعلومة كلها، ايه هي الأضرار او الآثار الجانبية الوصفة زي دي؟ آثارها الجانبية زي لسه قايلة، ودي حاجة مهمة، لو سكرك عالي أرقام بسيطة، يعني أرقام بسيطة زاد 20-30 عن الطبيعي ما تاخدهاش. ليه؟ لأنها هتقلل السكر بسرعة جدا، ودي ممكن تدخلك في غيبوبة السكر واطي، ودي بتموت على فكرة. طيب تاني حاجة، ممنوع للناس اللي عندهم خمول في الغدة الدرقية. المورينجا ممنوعة للناس فعلا اللي عندهم خمول في الغدة الدرقية، برضو بتقلل الضغط بشكل سريع. يعني لو ضغطك مثلا عالي كده فجأة مرة واحدة، عالي عن الطبيعي، هو الطبيعي كان 120 بقى 140، لو خدتي كوباية من دي تقلله كتير، فتخلي بالك تقلل الضغط بشكل سريع وبكمية كبيرة. طيب كده الحمد لله قلنا المميزاتها، وقلنا ايه خلوا بالكم من ايه، ومين اللي ياخدها ومين اللي ما ياخدهاش. طيب زي ما احنا قلنا الاوراق دي العيدان دي بتترمي، دي ملهاش لازمه، احنا عايزين المطحون بتاعها، الورق بتاعها. طيب تيجي بقى الاهم وافضل واقوى نقطه، ازاي نستخدمها. خلاص انا اهو عدى مثلا 10 دقائق، ابدا اصفي كل اللي انتوا شايفينه ده، اجيب حاجه اصفي بيها واشيلها، هيتبقى معايا الميه دي. مية المورينجا دي مشروب عادي، كأنك بتشربي مثلا ينسون حاجة تشربيها في اليوم كده، والورق بتاعها ده عادي، ده ممكن تمضغيه عادي، بس الناس اللي مش هتقدر تمضغه تشيله تصفي. طيب الوصفة دي تتشرب كام مرة في اليوم؟ هقولك أول حاجة بتتاخد مرتين في اليوم، الوصفة دي بتتشرب مرتين في اليوم تمام، ولازم تمشي عليها لمدة 3 شهور. يبقى انت هتعملي ايه؟ هتحطي نص معلقة من المورينجا على مية سخنة وتشربيها مرتين اتنين في اليوم، كأنك تبدلي بقى لو انت بتشربي قهوة لا اخليها مورينجا، لو بتشربي اي حاجة تانية خليها ايه مورينجا. وبخلي بالك لو انت، واحنا بناخدها ليه يا جماعة؟ عشان نظبط السكر والضغط. لو انت بقى سكرك زاد بمعدل 20-30 اللي هي مش حاجة كتيرة قوي، تشربي كوباية زي دي واحدة بس في اليوم. يبقى لو انت سكرك عالي عن 300 اشربي مرتين في اليوم، لو عالي عن مثلا لسه في 200 اشربي مرة واحدة في اليوم. يبقى شرب المشروب ده بيعتمد على سكري بقى 200 ولا 300، سكري زاد 20 درجة ولا 30 درجة، زاد 100 ولا زاد 50. فالوصفة مهمة، بس استخدموها بحكمة. لو استفدتوا في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كتير وتشيروا الفيديو ده لناس كتير، عشان في ناس كتير تتمنى ان حد يفيدها بمعلومات زي دي. شكرا جدا، في نهاية الفيديو.